سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا شرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصريح لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في مكروهات الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإقعاء وتخصر وتغميض عينيه ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما دائما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم أو فم وعبث بلحية أو غيرها وحمد لعطاس وبشارة وإشارة للرد على مشمت وحك جسد لغير ضرورة وتبسم قل اختيار وترك سنة خفيفة وسورة في أخيرتين والتصفيق لحاجة والشأن التسبيح. قوله وكره إقعاء، ما هو الإقعاء؟ الإقعاء له صورتان. وكره إقعاء بأن يرجع في جلوسه على صدور قدميه وآليتيه على عقبيه لقبح الحال، اللي هي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة. لكن الحقيقة أن هذه الهيئة اللي هي الجلوس على صدور القدمين هكذا ويجلس عليهم، يعني القدمان واقفتان ويجلس عليهم، هذه الصورة الأولى. لكن الحقيقة هذه أن صحيح مسلم أخرج عن ابن عباس أنه يعني جلس في الصلاة بين السجدتين وقال إنه من السنة، ولذلك قال لذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى قال بأنه يسن بين السجدتين أن يجلس على عقبيه، لكن في التشهد طبعا يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها ويصل اليمنى. لكن عند المالكية قالوا هذه هيئة يعني قبيحة، يعني قال الشيخ لقبح الهيئة. هو الأفضل طبعا هو اتباع يعني الهيئة العامة التي كان يمشي عليها صلى الله عليه وسلم، يعني هو فعلها للجواز، لبيان الجواز. ولذلك ممكن تكون للضرورة، يعني ممكن واحد عنده خشونة في الركبتين ما يقدرش يجلس الجلسة المعتادة، يعني ما يقدرش يفترش وينصب اليمنى،
فيضطر يجلس على صدور القدمين. لكن هذه هيئة عند الإمام الشافعي من السنة جائزة يعني. وعند الإمام مالك قال هي مكروهة. في إقعاء ثاني اللي هو إيه؟ إقعاء الكلب. الكلب يجلس على الأرض، الإليتان على الأرض. بعض الناس يجلس بين قدمين، يعني ينصب القدمين ويجلس بينهما، يعني فرج حديدي كده ويجلس بين الإيه؟ وينصب اليمنى وينصب اليسرى هكذا ويجلس بينهما. ده إقعاء الإيه؟ إقعاء الكلب. ويداه على الأرض، ما هو الكلب إنه بيجلس يبقى يداه على الأرض والرجلان على جنب والإليتان على الأرض. دي صورة تانية للإيه؟ الإقعاء. يبقى الإقعاء له صورتان، جلوس على القدمين وجلوس بين القدمين. هذا طبعا صورة الكلب دي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك اللي هو ايه؟ السرعة في الصلاة. نقرة الديك يعني يضع جبهته ويرفع. نهى عن نقرة كنقرة الديك، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب اللي هو يجلس على الأرض وينصب ايه؟ رجليه ويداه على الأرض، يد أو يدين. دي هيئة طبعا قبيحة جدا، فهي مكروهة على أي حال، لكن الصلاة صحيحة. لكن الجلوس على صدور القدمين عندنا في المالكية مكروه، وعند الإمام الشافعي سنة بين إيه؟ السجدتين، بين السجدتين لا في التشهد. يعني فعلها سيدنا عبد الله بن عباس وفعلها سيدنا عبد الله بن عمر. قال وكره تخصر، وهو وضع اليد على خصره حال قيامه، لأنه فعل المتكبرين وفعل من لا مروءة له وفعل اليهود. يعني ثلاث ايه؟ ثلاث علل من فعل المتكبرين، اللي هو وضع اليدين الخاصره اللي هي بين الضلوع وبين الحزام الانسان، بين حزام الوسط المنطقه دي، يعني فوق الكليتين. طبعا هو ما فيش حد يقف في الصلاه هكذا، لكن نبه عليها العلماء، يعني لانه يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، أي وضع اليدين على الخصر هكذا، لأنه من فعل اليهود ومن فعل المتكبرين ومن فعل من لا مروءة له. لأن الصلاة تمسك وخشوع، تمسك وتخشع لله رب العالمين، لا تصح فيها هذه الهيئات، يعني لا النقر ولا إقعاء الكلب ولا بسط الكلب هو يضع يديه على الأرض، كل هذا من المكروهات. وكره تغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته. والشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وتغميض العينين ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام يعني رأى النار في عرض الحائط كما في الصحيحين، رأى النار في عرض الحائط ورأى المرأة فيها التي حبست الهرة تعذب في النار، ورأى الجنة في عرض الحائط أيضا وهو يسلم، ويعني أراد بأنه يمسك شيئا بيده، ثم تكعكع صلى الله عليه وسلم أي رجع، حديث البخاري برضه،
قال رأيت الجنة في عرض هذا الحائط، فأردت أن آخذ قطفا من عنبها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني لو جبت عنقود العنب ده لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني تاكل فيما يخلص، لأن هو ثمار الجنة هكذا لا تنتهي. يعني كل ما واحد ياخذ يعني حبة يخرج مكانه، ده وصف ثمار الجنة هكذا. يعني كلما أخذ المؤمن ثمرة من ثمار الجنة خرج مكانه للحياة تلقائيا. هذا معنى أنه قطف العنب لو جاء أنا آكل منه ما بقيت الدنيا، لأن كل اللي ياخذ حبة هيخرج مكانها في الحالة ومش هيخلص. ده رآه برضه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ده دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يغمض عينيه وهو يصلي. لكن بعض الناس يسأل ويقول مثلا إذا أغمضت العينين وجدت الخشوع، إذا فتحت العينين القلب أو العقل يسرح بعيد ويفكر في الدنيا، أو هناك يعني مشاغل أمامه ينظر إليها ويتفرج. فهنا زي مثلا اللي بيصلي في البيت مثلا ويكون عنده تلفزيون مثلا شغال، فتلاقيه إيه بيتفرج عليه وهو يصلي ولا يدري إيه كم صلى. فهنا التغميض هنا يجمع القلب في الصلاة، القلب إيه حاضر في الصلاة. يبقى هنا التغميض وسيلة للخشوع، فالخشوع ده أمر مطلوب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإمام أبو حامد الغزالي مثلا عده ركنا من أركان الصلاة، يعني الصلاة 14 ركن، هو عنده 15 ركن بالخشوع. يبقى إذا لو أغمض فوجد قلبه حاضرا في الصلاة من أولها إلى آخرها يبقى الخشوع جائز. ولذلك الشيخ قال: وكره تغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. هو الحديث بس بسند ضعيف، لكن إذا كان الإغماض يؤدي إلى الخشوع فهو إيه مطلوب، لأن ممكن الإنسان لو شغل لا يدري كم صلى، وإذا لم يدري كم صلى والصلاة إيه باطل. وكره رفعه رجلا عن الأرض واعتماد على الأخرى إلا لضرورة. دي في ناس كثيرة جدا وهي واقفة في الصلاة تلقاه إيه يحمل على رجل ويرفع رجل كده، كل شوية إيه مرة على اليمين ومرة على الشمال زي الفرس. ها الخيل هي اللي تعمل كده، يعني تلقاها دايما هي ترفع قدم، اللي هي الصافنات الجياد، فالصافنات اللي هي ترفع قدم وتقف على ثلاثة، يعني ترفع قدم الخلفية يعني رجلي من ورا وتقف على ايه ثلاثة. هي برضو ايه يعني في شبه بالحيوان، الانسان يقف هكذا برجليه ولا يرفع قدم ويعتمد على ايه على اخرى الا للضرورة. يعني اذا كان فيه الم في احد القدمين يبقى يجوز له ايه ان يعتمد على رجله ويرفع التي فيها الالم، وهو يرفع لاجل ايه لعله، والا هيتالم. زي اللي عنده خشونه في الركبه او خشونه في المفصل تحت، او عنده عمليه جراحيه في رجله مثلا شوكه اخرجها مثلا او دمل، اي عله في القدم تحتاج للرفع يجوز ان يرفع للعلم. وكره وضع قدم على الاخرى، يعني كما يكره رفع الرجل والاعتماد على الاسنان كذلك يكره ان يضع قدما على قدم وهو واقف، لا
لأن ده كل ده يعتبر من التلاعب، من التلاعب في الصلاة، وهو مذهب للخشوع. وكره إقرانهم أي القدمين دائما في جميع صلاته، هو يقف هكذا يعني ورجلان هكذا، لا طبعا من السنة أن يفصل بين القدمين. طبعا العلماء قالوا، بعضهم قال بمقدار كفة هكذا، يعني نقول احنا 10 سم بين القدمين، وبعضهم قال بمقدار ذراع، بمقدار يعني 50 سم، يعني كأنه بعرض الإنسان. عند الإمام مالك قالوا يستحق أن يقف كجسده، يعني لا يزود الفرجحة دي ولا يقرن، يقف بحسب عرضه هو، بحيث القدم ما تزيدش عن الايه؟ عن الكتف، يعني يقف وقوفا معتادا. وبعضهم قال 3 أصابع، بعض الفقهاء كان يعني يجعل بين قدميه مقدار 3 أصابع، ومقدار الكف، ومقدار الذراع، ومقدار الايه؟ الجسم، حسب عرض الايه؟ الجسم. وكره تفكر بدنيوي أي في أمر دنيوي، طبعا الناس مبتلون بهذا، لكنه مكروه إلا إذا أدى إلى عدم معرفة قدر ما صنع. يعني في بعض الناس يستولي عليه التفكير من تكبيرة الإحرام للسلام، ولولا الإمام لا يدري كم صلى، الإمام هو الذي يربط له الصلاة. والتفكر ده دليل على انشغال القلب بالدنيا وأنها ساكنة في القلب، ودليل على سيطرة الشيطان عليه بالوسوسة. احنا قلنا علاج هذا في الدروس مضت، انه يقرأ سورة آية الكرسي، لأن هي حافظة من الشيطان قبل الدخول في الصلاة، يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، ويستعيذ بالله 10 مرات من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن من استعاذ بالله 10 مرات وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان، حديث أبي يعلى، حديث صحيح. يبقى يستعيذ 10 ويقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 قبل إقامة الصلاة، ده علشان إبعاد الشيطان. وبعد ذلك يستحضر يعني معاني القرآن وهو يصلي، يستحضر معاني الفاتحة، ويستحضر معاني السور التي يقرأها أو يقرأها الإمام، ويعود نفسه على التنويع في السور، يعني برضو الإنسان لما يأخذ سورة أو سورتين يقرأ بهما دائما العقل لا يفكر في شيء، زي ما نقول احنا يقرأ اوتوماتيك، يخلص الفاتحة مثلا يقرأ إنا أعطيناك الكوثر، يقرأ مثلا إذا جاء نصر الله الفتح، ولا يقرأ غيره. فده من ضمن الأشياء اللي تخلي الإنسان يعني قلبه يعني يفكر في الدنيا ولا يحضر في الصلاة، لكن التنوع يجعل القلب حاضرا. والمحافظة على أذكار الانتقالات، احنا قلنا أذكار الانتقالات دي يعني تجعلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هي زي ما قال شيخنا قبلتها الكعبة للأشباح والهاشمي قبلة الأرواح صلى الله عليه وسلم، يعني أنت متجه للكعبة بجسمك لكن روحك
متجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستحضر معنى صلوا كما رأيتموني أصلي، فتستحضر ماذا كان يقول بعد تكبيرة الإحرام، ماذا كان يقول في الركوع، ماذا كان يقول بعد الرفع من الركوع من الأذكار، ماذا كان يقول في السجود، ماذا كان يقول بين السجدتين، ماذا كان يقول في التشهد وبعد التشهد. وكذلك استحضار الأفعال التي قلناها في الفرائض والسنن اللي هي هيئات الصلاة، هيئات الصلاة، كيفية الركوع، كيفية الرفع، كيفية النزول، كيفية السجود، كيفية الجلوس بين السجدتين، كيفية الجلوس في التشهد، كل ذا يجعل الإنسان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعني الشيطان لا يلعب به ولا يتلعب، لأن قلبه حاضر مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج والعلاج من التفكر في الصلاة، لأن دي شكوى عامة، والناس الآن طبعا مع الانشغال بالدنيا، يعني لو سألت واحد في صلاة المغرب أو العشاء أو الصبح وقلت له بماذا قرأ الإمام؟ قلت الله أعلم، الله أعلم، كان زمان واحد يعني من الناس الفلاحين المتمسكين كان يقف على الباب يسأل كل واحد خارج، يقول له الإمام صلى إيه؟ ما أعرفش، يدي له إيه؟ قال جاي تصلي كيف؟ لأنه مش عارف الإمام صلى إيه؟ كل اللي يطلع الإمام صلى بيه ما يعرفش يقدر، عشان يعلم الناس الإيه؟ الخشوع واستحضار الإيه؟ واستحضار يعني القرآن أثناء القراءة. لأنه في الحديث طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند أصحاب السنن إن العبد لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشرها تسعها سمنها سبعها سدسها، على حسب إيه؟ الخشوع. وقد ورد طبعا في الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. الحديث إيه؟ إن العبد لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشر، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وينطبق عليه حديث رب مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود. سيدنا عمر كان يقول المصلي كثير والمقيم لها قليل، يعني الذي يصلي يعني كما ينبغي وكما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قليل، لكن الذي يصلي كثير. ومعنى أن التفكر بالدنيوي مكروه يعني أنه ينقص من ثواب الصلاة. وكره حمل شيء بكم أو فم. قبل أن نترك هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يقرأ في الصلاة عشان عدم التفكر كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، إذا مر بآية فيها مثلا أمر بالدعاء ما زي واسأل الله من فضله ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك أبدا كان يدعو يعني اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، يسأل الله من فضله. ده من ضمن يعني من أعظم الأمور التي تجعل القلب حاضرا في الصلاة. فأنت تسمع يعني مثلا لم نشرح لك صدر ووضعنا عنك وزر، يجوز لك أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى أنت قلبك حاضر مع القارئ.
صبر، مش بعد ما تطلع تقول لك صلي بيت وما اعرفش، يبقى ده دليل انك انت ايه؟ لا انت مستمع ولا انت منصت. القران واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، اي استمعوا له باذانكم وانصتوا له بقلوبكم. يبقى في واحد مستمع لكن غير منصت، يعني مستمع بمعنى لا مش مستمع، المستمع هو الذي يقصد السماع، لكن السامع هو الذي يسمع القرآن فيه. يسمع القارئ لكن لا يعرف أين يقع، فهذا اسمه إيه؟ سامع. يسمع القرآن لكن الاستماع يقصد الاستماع وينصت بقلبه، يبقى كده إيه؟ قلبه حاضر وأذنه مع الإمام. ده من ضمن الأشياء التي يعني تجعل القلب خاشعا في الصلاة وتعين على الخشوع. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكره حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف وإلا منع وبطل. كره حمل شيء بكم، طبعا زمان لما كانت الأكمام واسعة، فكان لو واحد جاي لبسه السوق لحمة مثلا أو شيء، فكان يجعله في إيه؟ في كمه، يمسكه هكذا، كمه واسع، فيكره أن يدخل الصلاة بشيء في كمه، لأن برضه مشغلة ولا يعرف وضع اليد على الركبة في الركوع ولا وضع اليد على السنة في السجود، وعند القيام هيقوم على ايد واحدة وينزل على ايد واحدة لانه اليد الاخرى ايه؟ مشغولة، انها ماسكة ماسكة الشيء ده داخل الكم. كذلك وضع الشيء في الفم، دي نقطة مهمة جدا. لو الانسان وضع مثلا قرنفل او لبان أو نعناع أو دروبساية حلاوة، طبعا في أشياء يتحلل منها وفي أشياء لا يتحلل منها، فالمكروه الذي لا يتحلل منه شيء، يعني شيء يابس، لكن الذي يتحلل منه شيء العلماء نصوا على بطلان الصلاة. يعني واحد حاطط نعناع أو حلاوة، وطبعا كل ما يبدأ عليه بيبلع حلاوة، يبقى دي مبتلة للصلاة، دي من مبتلات الصلاة، لأنها في حكم الأكل أو الشرب، يدي، خلي بالك، لأنه في رمضان الناس لما بيفطروا المغرب والمؤذن طبعا مستعجل يقيموا الصلاة والناس لسه إيه؟ يعني كان بلحة والثانية والثالثة أقاموا عليه في الصلاة. فتلاقيه يخش الصلاة والبلحة التالتة فين؟ في الفم، الله أكبر، هو ملا إيه؟ ياو. أو يكمل أكل البلح ويبلع الحلاوة، فده صلاة بطل. طب إيه المانع إنك أنت على ما يقرأ الفاتحة والسورة أنت كمل ومضمت بكك بشوية مية عشان الحلاوة تذهب، وخش الصلاة وأنت يعني خاشع. زي كيف تدخل الصلاة وأنت تعبد؟ هذا عمل منافي للصلاة ومنافي للخشوع، لأن الصلاة ده شيء عظيم. الصلاة طهارة القلوب واستفتاح لباب الغيوب كما قال الشيخ ابن عطاء الإسكندري رحمه الله. يبقى لازم يعني لازم لابد أن تكون مهيئا، ليه؟ لأن دي الوصلة اللي بينك وبين الله، زي ما قال الشيخ إن الصلاة صلة الإنسان. ليه؟ لأنها توصل العبد إلى مولاه. إن الصلاة صلة الإنسان تاركها يكون في حرمان، توصل العبد إلى مولاه وعن قبيح فعله تنهى. يبقى لابد أن تتهيأ لها ولا ترتكب شيئا من الممنوعات أو المكروهات فيها.
لانه احيانا الانسان ما بيفرقش بين المكروه والمبطل. يعني حمل الاشياء في الفم فيها كراهه وفيها بطلان. فلو حاجه تتحلى وانت بتبلع منها الحلاوه او المرار في لبان مر. يعني واحد معاه لبانه مره او لبانه حلوه وتركها في الفم ركنها على جنب لكن بيتحلى منها حلو او مر وهو بيبتلع تبطل الصلاه. لكن لو هي كقطعه الجلد لا يتحلى منها شيء وحملها في الفم، والله اذا كان يعرف يقرا ويخرج مخارج الحروف يعني من مخارجها يبقى مكروهه فقط. لكن لو هي كبيره شويه وعامله له مشكله في الفم هيضطر يجري القراءه على قلبه، مش هيحرك، هو مش عارف يحرك. يعني لو اللبانه كبيره او الحلاوه كبيره مش عارف يحرك الايه؟ اللسان، يبقى دي مبتله. الحاله دي تكون ايه؟ مبتله. لكن لو صغيره ولا يتحلى منها شيء تبقى مكروهه، لانه ايه؟ يستطيع ان يقرا وهي في فم. هي نقطة عايزة تفصيل، يعني الشيخ هنا ذاكرها يقول وكره حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه أو لم يمنعه مخارج الحروف، إذا لم يمنعه مخارج الحروف وإلا منع حمل الشيء في الفم وأبطلت الإيه؟ الصلاة. القرنفل بيتحلى منه شيء له طعم، أي حاجة يتحلى منها الطعم سواء كان حلوا أو مرا أو بين أو له أي طعم يبقى كده مبتلى. يعني قبل ما تدخل في الصلاة طلع إيه؟ ما في فمك. ولأن الإنسان لما يبقى فيه شيء في الفم يشرب بيه. يشرب. باقي الطعام؟ ايوه ما هي اللبان يعني لو هيتلاعب بيها طبعا. ما هي مكروهه من اجل هذا. لكن اهم شيء ما يتحللش منها شيء، لو تحلل منها شيء بطلت الايه؟ الصلاه. وكراهتها في انها مشغله. طب لو كان العذر زي مثلا القطمه بتاعت الضرس رحت حاطط قطمايه مثلا. برضه القطمه اللي هي مثلا واحد خلع ضرس مثلا وحاطط قطمه. برضه اهم شيء لا تمنعهم من مخارج الحروف. فلما تمنع من مخارج الحروف يبقى يعني يرميها ويغيرها بعد الصلاه. او ينتظر يعني لما يرقع الدم كان في دم نازل ينتظر حتى ياخر الصلاه لغايه ما الدم ينقطع. اذا كان مش هيقدر ايه؟ يشيلها يعني. يعني هو لو انتظر نصف ساعه ولا حاجه يشيلها ويرميها ويصلي يكون الدم ايه؟ تجمد وتجلط يعني. لأنه خلف الإمام لازم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ولا بد من السلام، والإمام يحمل باقي الأركان والسنن اللي هي التكبيرات والفاتحة والتسبيحات في الركوع والسجود يحملها الإمام إذا كان مأموم. لكن تكبيرة الإحرام لو القطمة كبيرة مثلا ما يعرفش يقول الله أكبر. وكره عبث بلحية أو غيرها. العبث يعني مرة مثلا، يعني يعبث بلحيته يقعد ايه؟ يعمل كده يعمل كده. فده مكروه. لكن لو كسر طبعا عندنا احنا في المالكية الحركات المبطلة اللي هي من نظر إليه قال إنه لا يصلي.
فلو حركة أو اثنين هذا مكروه، لكن بعض الأحيان تلاقي عاد الإنسان يرتكب 5 حركات 10 حركات متوالية، يعني يلعب في الأذن ويلعب في اللحم أو يلعب في الثياب أو يفك الكمام بعد الوضوء أو الشال مثلا اللي على كتافه في الشتاء، يعني يفضل ايه يعدل فيه كأنه هيتصور. مثلا العمة أو الطاقية مثلا دخل هو بعدين بعد ما يخش بيلفها أو بيعدلها كده ايه ويفضل ايه يلعب فيها. طبعا دي الحركة الواحدة والاثنين مكروهة، لكن وصل ل3 حركات متواليات في الركعة الإمام الشافعي أحمد تبطل الصلاة. 3 حركات متواليات في ركعة تبطل الصلاة. دي مشكلة، ده أنت بتشوف ناس حواليك وشباب يعني تعيد دول بتاع 10 مرات يعني يقعد يسرح في شعره أو يلعب في الأنف يلعب في الأذن، وخصوصا إذا لم يتنشف بعد الإيه الوضوء، فالمية طبعا بتعمل مشغلة يعني تاكل في الإيه في الأعضاء، فهو كل شوية عاد يعمل كلام كل شوية كما لا كل ده مبطل، هذا مبطل لأن ده كله ده في ركعة ولسه عاد باقي الركعات، لكن تتكلم في ركعة واحدة. واحيانا ايه موضوع على التليفون ده موضوع تاني، موضوع المحمول ده عاد يعني في اثام كثيره جدا، يعني اولا لما يرن طبعا ده مشوش، والتشويش على المصلي حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران، يعني ليك الصحابه في صلاه الليل يقرؤون بصوت مرتفع فبيشوش على بعض، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال إن المصلي في حديث البخاري إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فنهى عن الجهر يعني على بعضهم بالقرآن، يعني عدم التشويش ولو بقراءة القرآن، يعني كل واحد يصلي لكن يسمع نفسه أو يسمع من بجواره فقط، يعني يقتصر على أقل الجهر، يقتصر على أقل الجهر، لكن عاد اللي هو عاد المحمول بيرن عليه فيخرج ويكفله ويحطه تاني يرن تاني، لأن في بعض المحاميل يعني فيها طلب إيه تلقائي، يعني تكرر الطلب فدوكها ايه طلبه غفل عليه، تطلب تاني العده نفسها تطلب تاني وثالث، وده يحط ايده ويخرج ويكفل، هذا مؤكد طبعا ايه لابد ان يعيد الصلاه لازم. زياده على ذلك الايذاء والتشويش على الناس وتخطئه الامام، الإمام طبعا لو بيقرأ في سورة طويلة مثلا أو آيات بعيدة عن انقصار السور يخطئ ولا يدري أين يقرأ، وتصور أنت لو يكون أكثر من 30 أو 40 رجل كل واحد ما لو 5 محامين بس في العدد ده شوف يعملوا إيه في المسجد، مع إن هو لو دخل عند مأمور قسم أو رئيس نقطة ما يقدرش يترك المحمول مفتوح، لأنه عارف إنه لو رن بالدم هيشبع شتيمة. خلي بالك، يبقى أنت إزاي تحترم يعني بيت الحاكم ولا تحترم بيت أحد الحاكمين سبحانه وتعالى؟ يبقى ما لكم لا ترجون لله وقارا.
الإنسان ساعة ما يدخل مجالس العلم، الصلاة، مجالس الذكر، مجالس القرآن، يغلق المحمول. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. ما دام دخلت العبادة والطاعة يبقى لا تنشغل بشيء آخر، لأن الطاعة محصورة ساعة، ساعة ونصف، ساعتين وتخرج خلاص. يعني أنت هل أنت مشغول 24 ساعة في النافع؟ أبدا ولا شيء. يعني الطالب يسلم عليك فقط مش أكثر، وإن طلب شيئا يحتمل التأخير، يعني ما هواش مثلا غريق في بحر مثلا ويطلب منك النجدة مثلا، لو تركته مات أو غرق، لا أبدا ولا حاجة ولا أي شيء. يعني كلها مجرد سلام فقط. فلازم الإنسان يضع كل شيء في موضعه. والمساجد لها طبعا يعني لها أحكامها الخاصة بها، أحكام المساجد. لو فيه أمر ضروري مهم الإنسان يجعله صامتا، يعني لو منتظر خبر معين لابد منه يجعله أمامه صامتا، إذا جاء يخرج برا ويتكلم برا. فالعبث طبعا في الصلاة دليل على عدم خشوع القلب. قد رأى الحسن البصري رضي الله عنه رجلا يعبس في لحيته، يعني بيعمل كده يعبس في لحيته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وكره حمد لعطاس أو بشارة بشر بها وهو يصلي. عندنا في مذهب الإمام مالك يكره إذا عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله رب العالمين، لأن هذه تقال عند الخروج بعد الخروج من الصلاة. يعني ممكن يحمد بعد الانتهاء من الصلاة ويشمته من بجواره بعد الصلاة. أو بشارة بشر بها، يعني واحد بيصلي فقال له أنت نجحت مثلا أو جاءك كذا وكذا، فيكره أن إيه؟ أن يقول الحمد لله وهو يصلي، وإنما يحمد الله بعد الصلاة. وكلها إشارة للرد برأس أو بيد على مشمت شمته وهو يسلم إذا ارتكب المحروم وحمد لعطاسه. وأما الرد بالكلام فمبطل، يعني لو هو قال الحمد لله رب العالمين، يعني عطس فحمد، ارتكب المحروم، الذي بجواره لا يقول له يرحمك الله، لأن لا مبطل للصلاة لا مكالمة، هذا إيه؟ مكالمة. إن واحد يتكلم مع واحد خارج الصلاة يقول يرحمك الله، ممكن على العطس يغفر الله ما له ولا له، يبقى بطلت الصلاة الحامد والمشمت، يعني العاطس والذي شمت، لأنه مكالمة. الحمد بس الحمد لله، لكن التشميد والرد مبطلان. وتكره الإشارة باليد، يعني حتى إيه؟ ما ترفعش إيدك، مكروه يعني، لكن لو رفع الصلاة صحيحة.
إشارة على مسلم عليه فرجه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة على من سلم عليه. يعني واحد تحت سلم. فقال لك أحد الناس دخل مسجد السلام عليكم ويظن كأنك لا تصلي. فأنت تصلي فرضاً أو نفلاً. فقال السلام عليكم يبقى يجب أن ترفع يدك. سواء تصلي فرضاً أو تصلي نفلاً. سيدنا أنس رضي الله عنه كما ورد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار أهل قباء بعد الهجرة جاءه الأنصار وأخذوا يسلمون عليه أن يقول السلام عليك يا رسول الله، فكان يرد عليهم بالإشارة. ده أصل أصل جواز الرد بالإشارة. لكن لو قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى بطلت بطلت الصلاة. الله تعالى أعلم وأعلم.